بالنسبه لمباراه الاهلي والزمالك، دايما طبعا مباراه بتبقى مهمه جدا وجماهيريه، كل الناس بتنتظرها. الديربي العربي طبعا والاشهر في المنطقه العربيه ومنطقه افريقيا. بالنسبه لي طبعا كانت دايما مباراه سعيده، لان فتره التسعينات وانا لاعب كنت دايما بيبقى التفوق لينا، يعني ما افتكرش ممكن مره او مرتين خسرنا، لكن بقيه المرات على مدار 9 أو 10 سنوات كان المكسب بيبقى من نصيبنا. وانا مدرب طبعا في نفس الوقت، لعبت قدام الزمالك بطولة افريقيا 2013، قدرنا نفوز 4-2 في الجونة، وتعادلنا المباراة الاولى في الدور الاول 1-1، فبرضه كانت ذكرى سعيدة. وكانت المباراة دي تأهلنا لي قبل نهائي بطولة افريقيا. بتمنى الاهلي يفوز ان شاء الله، وتبقى مباراة جميلة ويطلع قطبين يعبر عن الكرة المصرية اللي ان شاء الله دايما تكون كرة رائدة في افريقيا وفي المنطقة العربية. شكرا. بمسي على الاستاذ احمد، بقول مساء الخير، ونتمنى ان احنا نشاهد ان شاء الله مباراة ممتعة رياضية واخلاقية وفنية، على الاقل تنسينا الفترة اللي فاتت العصيبة اللي احنا مرينا بيها في منتخب مصر، واتمنى ان احنا كلنا نروح مبسوطين، ويكسب من يكسب ويخسر من يخسر، ولكن دي كلها مباراة كرة قدم. أتمنى إن اللعيبة تعيد ذكرياتها تاني وتورينا إن إحنا لسه عندنا كورة في مصر، والكورة في مصر بخير. مباراة القمة بين الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك دايما مباراة مميزة، دايما مباراة مميزة، مباراة بتكون قوية جدا لما يملكه الفريقين من إمكانيات عالية جدا على المستوى البشري والمستوى المادي. العالم كله بيتفرج على مباراة القمة، وانا الحمد لله كنت واحد من الناس اللي لعبت مباراه قمه كتير. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق، ومباراه تليق بالكره المصريه، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هي تليق بسمعه الكره المصريه. ذكرياتي كتير جدا جدا جدا، ذكريات انا يعني مبسوط وسعيد ان انا لعبت في جيل الاحلام، اللي هو مش عايز انسى لعيبه، كلكم عارفين جيل الاحلام، جيل مميز جدا 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 للزمالك. طبعا الاهلي كمان كان في جيل كبير وجيل عظيم، كانت امكانيات اللعيبه في الملعب بكل امانه، ال 22 لعيب بما فيهم الاحتياطي في الفرقتين كانوا كلهم نجوم وكلهم على مستوى عالي جدا 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 من الكفاءه. انا ذكريات كتير جدا مع ياسر ريان تحديدا ويوسف وكمونه. اهلا وسهلا بكل جماهير الاهلي في كل مكان وكل جماهير مصر. مباراة الأهلي والزمالك مباراة من أهم المباريات في الكرة المصرية وفي الوطن العربي، الديربي الأشهر في الكرة الإفريقية والعربية. أنا يمكن واحد من الناس اللي الحمد لله لعبوا عدد كبير جدا من ماتشات أهلي وزمالك من ساعة ما طلعت في الفريق الأول 82 لغاية ما اعتزلت 99، وطبعا بعد كده وأنا كمان في الجهاز الفني، فأنا وأنا لعبت حوالي 30 مباراة للأهلي والزمالك، فيها ذكريات كتيرة حلوة، وأكيد أيضا برضو في ذكريات بتبقى سابت أثر سيء أحيانا لما بنتغلب في بطولة أو كده، ولكن هي كرة القدم كده. فمن أهم المباريات اللي أنا أتذكرها مباراة 95-96، كانت آخر مباراة في بطولة الدوري العام، وقدرنا نكسب 2-0 بهدف لحسام حسن وفيليكس، وكان الزمالك في الدور الاول متقدم علينا ب 11 نقطه، وكان عنده فريق الاحلام اللي هو كان يضم لعيبه ونجوم كبار زي اسماعيل يوسف، اشرف قاسم، الكاس، جمال عبد الحميد، او كان يمكن الكابتن جمال بطل، يعني نجوم كتيره جدا. الحمد لله المباراه ديت انا شاركت فيها واديت فيها كويس، زي ما كنت الحمد لله بادي في معظم مباريات اهلي وزمالك بصوره جيده. المباراه دي ما بتتنسيش خالص من الذاكره، لان زي ما قلت كان الاهلي متاخر ب 11 نقطه تقريبا الدور الاول، ولكن قدرنا نكسب كل المباريات في الدور الثاني، والزمالك كان بيتعثر حتى وصلنا المباراه الاخيره، وكان الزمالك يكفيه التعادل واحنا لازم نفوز، وفعلا كسبنا 2-0. ايضا من المباريات اللي ما بنساهاش خالص مباراه نهائي الكاس 92، ويمكن كسبنا في المباراه دي 2-1 وتوجنا بطل لكاس مصر. انا كنت صنعت الهدف الاول لايمن شوقي،
ثم رضا عبد العال كان لسه بيلعب في نادي الزمالك، جاب له هدف التعادل، واخيرا في اخر ثانيه في المباراه طاهر ابو زيد صد تسديده صاروخيه وقعت من حسين السيد وتابعها ايمن شوقي واحرز الهدف الثاني، وخدنا كاس مصر وكان معانا كابتن انور سلامه. وانا يمكن في مباراه الدوري نسيت اقول برضو ان كان في الجهاز الفني مستر هولمان، كابتن احمد ماهر، كان في مدربينا يعني. ايضا في بعض المباريات اكيد اللي تعادلناها او خسرناها، ولكن هي كرة القدم. مباراة القمة يعني أتمنى إن هي تخرج بالشكل اللائق يعني بالنسبة للنواحي السلوكية. أتمنى إن اللعيبة تكون عندها حتة الروح الرياضية بشكل كبير، أتمنى يكون في حب بين الطرفين، ما فيش عصبية، ما فيش مشكلة تحصل يعني، لأن العالم كله بيتفرج على المباراة دي. أتمنى إن لعيبة أهلي ولعيبة زمالك يكونوا على المستوى المطلوب في النواحي او الاداء الاداء في الملعب يعني، من النواحي التكتيكيه او النواحي الخططيه بالنسبه للمدربين، ان الناس تستمتع بالمباراه ان كان جماهير الاهلي او جماهير الزمالك. لكن عن ذكرياتنا احنا في المباراه دي، كان كل اللعيبه بتركز تركيز كبير جدا جدا، لان المباراه الواحده من اهلي وزمالك طول الموسم الناس بتفضل تتكلم عليها كتير جدا. اللعيب اللي بيعمل مباراة الأهلي كويس أو الزمالك كويس دايما الجماهير بتبقى حاطاه في حتة تانية خالص غير الماتشات التانية خالص يعني. لكن هي طبعا مباراة كأنها 3 بونت، لكن بالنسبة للجماهير بتبقى معلقة شوية في أذهان الجماهير. فبتمنى التوفيق للفريقين، وكنت طبعا أتمنى الزمالك يكسب يعني. والله لو احنا اتكلمنا على ماتش القمة يعني ذكرياته بيبقى كبيرة جدا وكتيرة جدا وتفضل في الذاكرة يعني. الواحد لعب كتير في ماتشات القمة، وكل ماتش انت بتكسبه بتبقى الوضع بالنسبة لك تاريخ بيتكتب لك. لكن انا بالنسبة لي من الماتشات المهمة في تاريخي انا شخصيا، في تاريخ جيلي، وان كان طبعا انا يعني ذكرياتي فيه جميلة، لكن دايما الفيرود لما بيحرز هدف في ماتش القمة بتبقى الوضع ليه مختلف. الماتش ده ما احرزش فيه اي اهداف، لكن ذكرياتي جميلة فيه. ماتش 6-1 ده ماتش كان كبير جدا، بيتذكره كل الاهلاوية، يعتبر عيد بالنسبة لهم، وبالتالي الماتش ده من الماتشات الجميلة اللي انا بتذكرها. وكان الوقت ده صعب جدا، كان الوضع بالنسبة لنا ان احنا ما كناش في احسن حالنا واحسن وقت، لكن كان عندنا تركيز كبير جدا ان احنا اليوم ده يوم ما ننزل ان شاء الله كان بالنسبه لنا ان احنا نحقق نتيجه حلوه، نتيجه كويسه. لكن الموضوع فاق توقعاتنا احنا شخصيا في الملعب، ان احنا كان عندنا اصرار كبير جدا وقوه كبيره جدا من اول دقيقه، ويعني ما تهاوناش لحظه حتى بعد ما بنجيب هدف في الثاني في الثالث ان احنا نكمل عدد الاهداف. يمكن ذكرى في الماتش ده ان انا ضيعت كتير لما نزلت، يعني ضيعت كتير، وكنت في حالة حزن كبير جدا بعد الماتش نتيجة ان انا ما احرزتش اهداف، ويعتبر ده كان فرح في الاهداف بالنسبة للماتش. كل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب دايما بخير. مباراة القمة بين القطبين الكبار، نادي الزمالك العريق والنادي الاهلي الكبير، مباراة ممتعة من كل جوانبها بالنسبة للجماهير المصرية وللعيبة المصرية وللكرة العربية والافريقية، الجميع بينتظر هذه القمة. أتمنى أن نشاهد مباراة خالية من التعصب، خالية من الشد العصبي داخل الملعب. أتمناها إن شاء الله تكون مباراة ممتعة للكرة المصرية، يقدم لعيبة الكرة المصرية القطبين الكبار نادي الزمالك والنادي الأهلي مباراة تليق باسم الكرة المصرية. الجميع بينتظر بشغف كبير هذه المباراة، وأتمناها إن شاء الله مباراة بيضاء بخطين حمر لجماهير نادي الزمالك. كل التوفيق للقطبين، وإن شاء الله نبارك لنادي الزمالك بعد هذه المباراة.